صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. الحضور الكريم، أهلا بكم في وطن الإنسان والإنسانية، أهلا بكم في دولة الإمارات، أهلا من دبي التي تحتضن أغلى وأرقى وأجمل صناعة عربية، صناعة الأمل. تحية عربية من إمارات الأمل العربي. كما يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الأمل هو عنوان القوة ومحرك التغيير وسر التجدد ومصدر لا ينضب لخير البشر. نعم، تثبت الإمارات ودبي أن الأمل ليس مجرد حلم مؤجل وإنما واقع يمكن أن نصنعه على الأرض. نحتفي اليوم بالأمل وصناعه الذين بلوروا معنا كيف يكون الإنسان إنساناً في هذا الحدث الأكبر من نوعه لتكريم أصحاب العطاء في الوطن العربي هنا في صناع الأمل. جاي الظلام الليل يبعدنا يوم، إنما يقدر شعاع من نور يوصل لأبعد سماء. كلمات أغنية حفرت فينا في جيل كاملا وشكلت جزءا أساسا من وعينا العربي وحلمنا العربي. نترككم الآن مع أوبريت الحلم العربي، ولكن بصيغة جديدة بشكل جديد، بمشاركة 12 فنانا وفنانة من الوطن العربي. بعدنا يوم النما يقدر شو عنه.
نفكر في الماضي جدودنا كانوا للدنيا منارة بتاريخنا اللي مخلدنا وصنعنا منه حضارة اتحدى الكون واتمرد واتعلم تبقى جريء مشوار القلب ميل خطوة تبدأ بطريق صناع الأمل اللي تموه علشان الحلم كبير الإيد في الإيد حيضمه للنهضة وللتعبير الشجرة وكانت بذرة والقصة وكانت فكرة ومدام بتحب وتحلم رح توصل سكة بكرة ابعدنا يوم النمى يقطع شعاع النور يوصل لأبعد سماء همنا طول عمرنا في تحقيق الحلم العربي دام هناك صناع بعقيدة وعزيمة يحققونه فيا ترى من هو صانع الأمل العربي في نسخته الرابعة؟ سنكمل الرواية ونعرف الحكاية وسنترك الاختيار للجمهور ولكن قبل أن نستعرض قصص الأمل التي بلغت النهائيات ورحلة أصحابها ليتوقف مع واحدة من أعظم قصص الأمل التي يشهدها العالم اليوم محبة نبيلة أبوه أمير أبوه عبد الله سفاحة هيا المية الحلوة وراء كل قصة قصص وخلف كل مشهد حكاية وحقيقة ما هي القصة الحقيقية؟ ليست فقط قصة ألم بل قصة أمل وإصرار على الحياة لا ننسى من فقدناهم بحكي لها أعطيني الحلقة جريدة هي كانت تعطيني كل حاجة بل نسجلهم لتبقى ذكراهم خالدة نهتم بأطفالهم ونصحبهم معنا في رحلتنا الجديدة الله يفرجها علينا يا رب لا نهرب وقت الخطر نبقى مع مصابينا لآخر نفس فينا Why don't you go with your family south? Do you think this is the reason why I went to med school? To think only about my life and not my patients? Some of the most incredible people I've ever met in my life. نحترم حق الجميع في الحياة. حتى الحيوانات لهم الحق في الحياة. ما خد بالك منه؟ نتقاسم خبزنا. نطعم طعامنا. ونوزع زادنا ليكفي الجميع حتى إن كان قليلاً ونقول دائماً الحمد لله الحمد لله الحمد لله فضلين وأنا واحد من أولادي يعني الحمد لله يعني واللي من الله على العين والرأس شدوا بعضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم نحتفل مع أطفالنا كي ينسوا حجم المأساة ويتذكرون أهمية الحياة نحافظ وسط هذا الجحيم على إنسانيتنا على كرامتنا ونحافظ على الأمل Thank you.
ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا. فلسطين، هنا غزة، كلها صناع أمل. قف للحياة وقل لها كل الصعاب أنا لها. كلمات جميلة مؤثرة تجسد الإصرار على التمسك بالحياة والأمل. نسمعها ونشاهدها بصوت البرنس ماجد المهندس. للفنان الراقي ماجد المهندس على رهافة حسه، والشكر موصول لكاتب الأغنية الشاعر أحمد علوي والملحن وليد الشامي، حيث كتبت هذه الأغنية خصيصا لصناع الأمل. والآن لنتعرف على صناع الأمل العربي الذين بلغوا النهائيات. البداية مع صانعة أمل توصف بأنها نهر دافق من الحب والحنان اللامحدود. لنشاهد حكاية ماما فتحية وبنتها. الحاج عبد الحليم تقدم لي، اتجوزنا، فاكتشفنا ان احنا مش هنخلف. في يوم رحت عزا واحدة صاحبتنا والدتها توفاها الله، طلبت مني وقالت لي ما تدعي لماما، الست دي بنتها بتدعي لها. طب أنا مين هيدعي لي؟
بدأت أقول إيه؟ أجيب كام بنت كده أيتام وأربيهم أنا. راح قدمنا طلب. اتفاجئنا في يوم بعد صلاة العصر تليفون بيضرب، تعالوا بكرة هتستلم 21 بنت. نعم، أنا ما عنديش غير سرير خشب فقط، لا عندي بطانية ولا عندي ببرونة ولا عندي أي حاجة. طول الليل والبنات صوات ملوش حل. العجيب بقى أن تاني يوم الصبح تليفون تعالي استلم ستة. فات أسبوع ولقيتهم بيطلبوني تعالي عشان تستلم السبعة. قلت لا، ده العملية بقى، أنتم مستقصديني بقى، ما أناش عارفة هو مين اللي مستقصدني بالظبط فيكم. يوم ما كملت الـ 34، أنا كان بقالي 35 سنة متجوز، يعني ربنا اداني عن كل سنة بنت. جاتني واحدة قالت لي خلي بالك البنت دي قدامها ساعات. إحنا هناخدها وربنا سبحانه وتعالى هو بقى اللي بيحيي ويميت، وإحنا ملناش في بعض حاجة. أنا واخدها يعني واخدها، وأنا اللي هعالجها. يعني طبعا احمد ربنا، انا ما عندي ما بابا زي دول طبعا، وبحب ماما جدا وبابا جدا، وبجد بشكرهم على اللي هم عملوا معايا. هتبوس امي. دي ورده بقى اللي بتكتب لنا قصص، شيماء دي اللي بتطلع لنا الاكل وبتطلع لنا الشرب. تعالي يا اختي انت وهي، تعالوا انتوا هتقفوا تتفرجوا عليا. كان في اهتمام، كان في حب، كان في كل حاجه. الناس دي بجد ربنا يعني يبارك لهم في حياتهم. مريم جايبه 11 في الكيمياء. يا نهار ابيض. وياسمين جايبه 7. الغلط بيبقى في مين يعني؟ في مين؟ فيكي. لا طبعا. اعوذ بالله، اعوذ بالله، اعوذ بالله. احنا عمالين نحاول ان احنا نعمل لهم كل حاجه تسعدهم زي ما هم ساعدنا برضو، وحسسونا بالامومه، وحسسوا الحاج عبد العال بالابوه. احنا عارفين كلنا هنروح، اذا بقى هنروح هنفرق عن بعض، كل حدا يروح مكانه، بس الفكره نفسها صعبه. هيجي في يوم ابقى قاعد انا وفتحيه لوحدنا في المبنى ده، فيبقى عزائي الوحيد ان انا ابص على ياسمين وابص على رشا كريم وابص على هند واقعد اتذكرهم. انا كبرت، اتمنى من ربنا ان يفرحني بيهم. امي ثم امي لحد اخر يوم في عمري، حبي خيرها داب، خيرها في دمي وعايش بيه. من أم الدنيا، من مصر الحبيبة، ندعو الآن صانعة الأمل ماما فتحية كي تتعرف أكثر على جهودها وإنجازاتها. مساء الخير ماما فتحية. مساء النور. ازيك؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ الحمد لله رب العالمين. فرحانة؟ قوي. اهم شيء زقفولة لو سمحت. لا. حاجة فتحية، لما الأم تربي ولد واحد أو بنت واحدة ده أصلا مهمة شأ. نعم. فما بالك 34 بنت. قولي لي أكبر تحدي واجهتيها
في صناعة هذا الأمل؟ كان أكبر تحدي بالنسبة لي شعوري بالأمومة، هو ده أكبر تحدي. استلمتهم وهم رضع، وتفاجئت بواحد وعشرين بنت في إيديا بعدها بالتوالي زي ما شفنا. التحدي إنهم لما كانوا بيمرضوا كانوا بيؤلموني، لكن كان ورايا ظهري وسندي الحاج عبد العال، ربنا يبارك في صحته. شال عني كل التحديات وسابني أشبع بالأمومة معاهم. وده التحدي الثاني، إن هم طبعاً الوقت في ثانوية عامة نفسي أفرح بيهم، نفسي أجوزهم، نفسي يبقوا أحسن ناس. إن شاء الله هيبقوا أحسن ناس إن شاء الله، وربنا يكرمنا إن شاء الله. حجة فتحية، شكراً لحضرتك على مشاركتك هذه الأجواء الرائعة من أسرتك في قلب العائلة المليء بالحب والحنان والدفء. ربنا يمد في عمرك حتى تفرحوا بالأحفاد ويكبر عائلة الأمل أكثر وأكبر. شكرا لك. الآن ننتقل إلى صانع الأمل الثاني. هذه تجربة دامغة وشافية وأكيدة بأنك حين تفقد قطعة من جسدك، هذا لا يعني أبدا أنك فقدت ذرة من إرادتك، لا بل على العكس، قد يبلغ إصرارك وتبلغ عزيمتك عنان السماء كي تنجز أروع إنجاز. فلنرى ولنشاهد. صبح العطابة، العصر رجلي معكو؟ يعني كنت أنا ما أطلع من البيت. جات النفسية صفر صفر صفر. يعني إحنا كنا تقريبا أموات. فقدان الطرف مو شيء هين، يعني خاصة إذا كان شاب أو بعده صغير، مثل شبه يموت يعني هذا الشخص. أول شيء خطر ببالي إنه أنا عندي عائلة وطفلة صغيرة، كيف أحملها؟ يعني شو راح أدير البيت أنا مع هذا وضعي؟ رجعت لوظيفتي طبيعي، الأمور، البيت، صار عندي ولد. بس يمكن الشيء الوحيد اللي كنت أفتقده هو كرة القدم، أنا كنت أحب كرة القدم. حيث اكتشف فريقاً لمبتوري الأطراف. بعد ما رجعت للعراق يعني وجهت دعوة عامة اللي يحب ينضم إلى هذه الرياضة. تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي كانت كفيلة بتأسيس هذه اللعبة في العراق. يا علاوي الجباب، ضبطت الحركه؟ مركزات الحركه. You'll find out Iraq has the first chance for a goal and in the opening minutes of the game Iraq scores. يقول لي ويانا من هو كان هيك بيبي. And it's in just before the end of the first half. يعني انت عندك عكاز تركض شلون؟ التجهيزات والدعم المعنوي والمادة كلها من يمه هو. حتى ما يمن عنده كان يجي. سبحان الله، دكتور محمد انقذنا في هاي الرياضة. غيرت حياتنا. رجعت الطاقة الإيجابية مالتي كلها قبل الإصابة. عادت كرة القدم الأمل بعد تأسيس منتخب لفقدي الأطراف. نحييك على هاي الفكرة. فريق لمبتوري الأطراف أوصل العراق إلى العالمية. بالتأهل إلى كأس العالم في تركيا. هنا كان الكرة مرتدة الشباب البصري بالمهارة. رغم أنه ما عندنا أي إمكانيات، لكن حب العراقيين وشغفهم لكرة القدم وقوة وعزيمة هذه الشريحة
خلتهم أنه خلال فترة قصيرة يأسسون منتخب قوي يقدر يجاري منتخبات قديمة وعريقة. كنا أنا أشعر هذا الإنجاز الوحيد بحياتي الحقيقي. ندعو صانع الأمل محمد النجار من العراق مؤسس أول فريق لكرة القدم لمبتوري الأطراف في العراق فليتفضل. أهلا يا محمد. أهلا بك. إنجازك بما حققته حتى اليوم من شغف وأمل لكل عاشق لكرة القدم كان عاجزاً عن لعبها، هل الجائزة إضافة لحلمك أم تكريم لإنجازك؟ طبعاً أنا أحب أقول لكم أنه فريقي موجود هنا أبطالي. تحية للفريق أبطال بلاد الرافدين. هؤلاء أبطالي جوا من العراق ويحملون معهم جراحهم، نفس الوقت يحملون أمل كبير. أملهم أنه يشاهدون كل شخص من ذوي الهمم من محبين كرة القدم أنه يستطيع أن ينضم إلى هذا الفريق، فريق الأمل، فريق اللي أعاد لهم الحياة، الفريق اللي زرع فيهم الأمل. لكن استقطاب المزيد من اللاعبين أكيد يحتاج إمكانيات، ونأمل أنه يعني المبلغ الجائزة هذا يساعدنا أنه نوفر لهم هاي الإمكانيات، نوفر لهم الملاعب اللي تليق بهم والتجهيزات والوسائل النقل وإلى آخره، ويساعدنا أكيد هذا الشيء أنه نخدمهم بصورة أفضل. نعم. ونعوضهم شيء بسيط من اللي فقدوه. إن شاء الله. هو يفرحنا بشوفتك محمد، وإن شاء الله نظل نباوعك تحلم وتحقق حلمك أنت والفريق. شكرا محمد النجار من بلاد الرافدين، شكرا لك. مستمرين مع الأمل وقصصه ومعجزاته، حيث لا وجود في نهجنا للمستحيل، والتفاؤل درب والهمة دليل. كلمات جميلة نسمعها بصوت الفنان الإماراتي العربي حسين الجسمي.
تصفق له وهو يمشي على المسرح. النجم الإماراتي حسين الجسمي، أمسية تحفز على الإيمان وصناعة الأمل. بنهاية هذه السهرة سوف نجيب عن سؤال واحد: من يحمل لقب صانع الأمل 2024 في دبي في إمارات الأمل؟ الآن قصتنا التالية تحملنا إلى صانع أمل وصانع فرح استثنائي، هو صانع محتوى من نوع آخر. دعونا بالفيديو نشاهد ونستمع إلى قصة صانع أمل وصانع محتوى من المملكة المغربية أمين إمتير. جاءني صديق مريض يريد عملية جراحية يحتاج مبلغ، وأنا بقى في ذاك الصديق فقمت بتسجيل مقطع فيديو. أحبكم الوالدين سيدة راحت بكي الدموع والراجل كي تعلموا عندهم واحد البنت ساعة نصرتها. علي أن أقوم بالأسباب، والحمد لله قام بإنجاز العملية وأهداه مبلغ فوق العملية. طلاقا من تلك البادرة بدأوا ناس يأتون إليه. نحن السيال الله المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يجزيك بخير، الله يجزيك بخير، الله يرزقك بخير، الله يرزقك بخير. أحاول أن أستثمر هذه القناة في فعل الخير. لا جيب شي كم والله العالي للناس كتموت بصمت. تقول لك أنا في العيد كنكون فرحان كنقول له اشتريت حوالة غنفرح الناس، اشتريت أكباش أضاحي، جيت نشوف أرامل مساكن ما عندهمش ما ياكل. زلزال 27 درجة. مهم الإخوان حاولوا توصلوا الصوت، صحاب المخبازات خاصكم تخدموا، دابا خاصكم تخدموا، الناس خاصها تنتج الخبز، هذه راه كارثة. الخبز، الماء، الحليب، الفرماج، الله يجازيك بخير. تبارك الله، الحليب بيمو. الشعب المغربي قام بالواجب وزيادة، لأنه الشعب المغربي صنع التاريخ. قالوا لي الناس وشنو محتاجين؟ قلت لهم الآن محتاجين خيام. الرجال الله يجزيهم بخير جاءوا بدون شرط وبدون عناء أو مخدمين. تحية أخي العزيز أكرمك الله. إحنا الآن رايحين إن شاء الله القرية تندري. هذه القرية أول مرة زرتها من أجل توزيع بعض مواد التغذية، لكن تفاجأت بأن القرية ليست لديها طريق. يعني كيف كتشوفوا الخوت اللي وقع عليه شي حاجة هنا كيبقى هنا صافي تيموت. قمت بتصوير فيديو واستجابوا الناس وتم شق الطريق. هي طريق صعبة وهي طريق الموت، ولكن هم ينظرون إليها هي طريق رحمة. بسم الله على بركة الله. شاهد معي. أنا نقول ما نغامرش، الشخص آخر ما يقول ما نغامرش، لأن يعني الناس كون غيقدم لهم المساعدة. كأنه عرس، كيعرفوا بقيمة الحاجة. مرحبا سيدي مرحبا. لا اي اعانه ما كانش الطريق ما كاين ما فيش حاجه. حسن بن عمر، انا حسن بن عمر. هيا الله يجازيكم بخير او نفسي ربي الخير. خاص هذه الجمعيه تستمر، خاص افراد اخرين ينخرطوا فيها وتكمل بلا فيها، بس نحس براسي انني مرتاح. سي امين انا غديت فرحوا براسي. شكرا اخويا، شكرا. الله اكبر. حنا كثير في هذه الدقيقه هذا، والله يجزيكم بخير. كنت نحاول نبقى غادي في هذا المسار حتى نشوف الله عز وجل شنو غيدير لي في النهايه. انا مستمر. فرحان بك كنشوفكم،
كتقول فرحانين بزاف بزاف يعني كثير كثير، وهذه الفرحة تنسينا مشقة الطريق. تحية لصانع الأمل أمين منير من المغرب، رئيس جمعية أكتاس للتنمية والتعاون، صاحب قناة فيسبوك، ينضم إلينا الآن على المسرح لكي يتعرف الجمهور على قصته. أمين، ما شاء الله عليك، صانع أمل، صانع خير، صانع محتوى، ما الدافع الذي جعلك تتبنى هذه الصناعة ورسالتك لكل من يرغب أن يتبع خطاك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أولاً نشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على هذه المبادرة الخيرية، جزاه الله خيراً. فعلاً هذا البرنامج يشرفنا أمام العالم، لأنه برنامج له رسالة إنسانية وهادف، فجزاه الله خيراً. نشكر الحضور الكريم. وبخصوص السؤال، الوازع الإنساني هو الذي جعلني أقوم بنشر هذه الفيديوهات وتقديم المساعدات لباقي الناس. يعني محبتنا للخير، ولا يمكن أن يعيش الإنسان في رخاء وهناء ويترك ناس آخرين يعانون في صمت. إن شاء الله دائما في ميزان حسناتك أمين. شكرا الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. صانع المحتوى وصانع الأمل المغربي، كنشكرك بزاف وكنتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله في غرس بذور الأمل في المغرب. شكرا. ونتابع رحلتنا مع الأمل الذي لا نريد له أن ينتهي. هذه المرة مع فتاة عربية كرست نفسها من أجل أطفال بلدها من مرضى السرطان وأصحاب الهمم، منحتهم الحب والفرح والاحتواء. هي محاربة أصيلة لا تملك سيفاً وإنما قلب بحجم وطن. فلنشاهد. أنا فقط شخص من العائلة كان عنده كانسر. كل بالعزاء يقول الله يكفيكم الشر، لا تذكرون اسم هذا المرض. الكبير بهذا العمر يخافون عليه. طيب لو كان طفل. على قلبي أشيلك؟ تروح تأخذ جرعة؟ لا بلي. إيش نسوي؟ طفل أمامك قاعد يتألم وما عنده أي وسيلة إنه يعيش. أخليه على فراشه ينتظر يموت؟ رح يموت وأنا رح أموت وكلنا رح نموت، بس ليش أكون كئيب بآخر أيام حياتي؟ يعني 10 إلى 2012 فتحت مستشفى الطفل بالبصرة، هذه كانت أول مرة تنفتح، على ما سمحوا لنا إنه إحنا ندخل كمتطوعين. صار إنه أنا لازم أسوي شيء. محارم عبد الله، عفير، المحارم علي، المحارم حسين. بتولى إلا طول الوقت إحنا قاعدين على الأرض نرسم ونغني ونعزف ونضحك، فأكو جو بالمستشفى تغير. فإدارة المستشفى قالت لي إحنا لقينا لك مكان، تعالي. وأثث في المكان وحطيت له رحلات وبلشت أدرس الأطفال. كنت أدخل ألاقي واحد بيده جرعة كيمياوي من أقوى الجرع وكتاب القراءة أو الرياضيات. هنا بدأت لفظة إنه بالفعل هذا قاعد يحارب حتى يعيش. يعني أنا ما أريد أعلق شهادته في مكان، بس أريد أصنع له قيمة حتى يقوم من فراشه. لما تدخل لطفل بآخر ساعاته وتقدر تضحك وياه، هذه سعادة. هو مضرب عن كل شيء بالحياة وترجع للحياة وتقول قيمة الحياة، هذه سعادة. أقابل ربك تأكد ربك يحبك. الله يخلي لي حسوني وما يطوله بعد، ويشافي ويعافي. آمين يا رب. أوه يا بعد قلبي. سرطان أخذ مأخذ كبير، بس لما جيت قابلت ذوي الهمم شفت الموت الحقيقي هنا. أنا عايش بس ما عندي وسيلة إني أعيش، شنو أسوي؟ أب عراقية وأم لأكثر من 200 بطل، وفتحت أكاديمية للأبطال. الدكتورة تالا خليل. إعادة بناء قيمة الطفل بعين نفسه، هذه أهم رسالة أنا حاولت أشتغل عليها. فبديت أشتغل على التأهيل الوظيفي لكل طفل من عندهم، كل واحد حسب رغباته وكل واحد حسب توجهه وين. حاولنا رسمها. ياسر اجى قبل 5 سنوات، كان يقول لي انا ما عندي اي حلم غير الزم قلم بايدي. فبلشت خطوه 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 لغايه رسم اول لوحه قبل 2 سنين. اليوم ياسر هو اكبر معارض بالاكاديميه عنده.
والله روح الروح هذا. عندي أحد الأطفال محاول ينتحر 5 مرات بحياته حتى يتخلص من الاعتداء والتنمر في الشارع. هذا الطفل اليوم صار عنده 3 براءات اختراع. مكروف فين علموا سوينا هاي مال الوايرات وتجي تسافر بطيان تلع ليه هاي حبيل عليه. فهذه الساعة هي راح ترج بإيدين الطفل 30 سنتيمتر إلى متر، فراح تحس بوجود شيء قدامه حتى لا يتأذى. أنا أحس أكو تون قاعد يضرب بجسمي وأرقص على هذا التون. حبيبتي كوي انت سافرتيني؟ أنا سافرت إيه تغرى شكرا شجعتي الحمد لله وشكرني شجعتي. هي صارت لهم أم ثانية حنانة، خلت العالم كله يحترمهم، أحسن مدرسة بالعالم. ألي حاليا غير شكل الوحيد اليوم اني اقدر اوصل لكل الاطفال اللي بالعالم، مو بس اطفال العراق، اصل لكل طفل محتاج انه احد يسنده او محتاج انه تالا تكون وياه. جمهور ومشاهدين، كي تتعرفون اكثر على تجربتها مع الاطفال، على تجربتها مع الاطفال، ندعو الدكتوره تالا خليل مؤسسه اكاديميه المحاربين للاطفال المرضى في العراق. السلام عليكم. والله يبارك بجهودك انت وكل الاطفال. طبعا كان في محطات بحياتك حتى دفعتك تمضي قدما في التوسع بصناعة الأمل. خبريني، شو أثر تغيير حياة طفل بحياتك، وشو أنت أثرت بحياتهم بتغيير مجرى حياة طفل واحد؟ أنا عشت شعور الفقدان وكان عمري 16 سنة، اللحظة اللي يأخذون ابنك من إيديك للثلاجة. أنا عشت مع 150 طفل بالكامل توفوا، وكل اللي شفتوهم بالفيديوهات هم متوفين. لكن اللحظة اللي فقدت بيها أكبر أبنائي هي اللحظة اللي أدركت بالفعل أني أم. الأم الحقيقية هي الملجأ. اللحظة اللي أدركت أن الأم ما عندها خيار أنها تستسلم أو تنهار، لأنها إذا انهارت معناها انهار البيت بالكامل. أما الطفل الثاني اللي أثرت بحياته فهو أكثر طفل تعرض للاعتداء. كان صورة الشارع مرسومة على جسمه، بكل مناطق جسمه في اعتداء وضرب. هذا الطفل اليوم هو حاول أن ينتحر أكثر من 5 مرات. لما التقيت به قلت له أنا تألمت لما فقدت أطفالي، لكن أتألم أكثر لما أنت واقف على رجليك تتنفس وميت من داخلك. هذا الطفل اليوم عنده 3 براءات اختراع ومدير مصنع ومدير على 30 موظف. دكتورة تالا خليل، أنتم العراقيين تستأهلون والحياة تليق بكم، تفضلي. شكراً لتالا خليل أم المحاربين. إن كل طفل نمنحه قيمة ودوراً في الحياة هو جزء من مشروع بناء وطن. مهيرة، شكراً لصناع الأمل العرب الذين شاركونا قصصهم الملهمة، حيث يلهموننا لكي نكون أفضل. اقتربنا من اللحظة الحاسمة الفاصلة، ترى من يستحق لقب صانع الأمل أو صانعة الأمل الأولى في العالم العربي 2024 في إمارات الأمل. نشان هذا اللقب سوف يمنحه الحضور أو الجمهور الحاضر معنا هنا اليوم من خلال أجهزة التصويت المثبتة أسفل مقاعدكم أو QR code. نطلب من جميع الحضور المتواجد معنا التصويت لصاحب الأمل، صاحب القصة الأكثر تأثيراً. كما ترون على الشاشة أمامكم الرقم 1 يشير إلى صانعة الأمل الحجة فتحية المحمود وعائلتها لمسة أمل من مصر. الرقم 2 يشير إلى صانع الأمل محمد النجار من العراق، مؤسس أول فريق
كرة قدم لمبتوري الأطراف من العراق. مظبوط ماهرة، الرقم 3 يشير كما هو مبين إلى صانع الأمل أمين منير من المغرب، رئيس جمعية إفتاس للتنمية والتعاون وصاحب قناة فيسبوكي. أما الرقم 4 فيشير إلى الدكتورة تالا خليل من العراق، مؤسسة أكاديمية المحاربين للأطفال المرضى. للتذكير الحاضر معنا، الحاضرون في المقاعد الأمامية للتصويت عندكم أجهزة مثبتة عند أسفل مقاعدكم، لو سمحتم استخدموها للتصويت. أما الجمهور الأفاضل في الأعلى يمكنكم التصويت للمرشح المفضل لديكم من خلال مسح الكيو آر كود، الكود الموجود أمامكم على الشاشة، أو عبر الموقع الإلكتروني hope2024.ae hope2024.ae. الجمهور أمامكم دقيقة واحدة فقط للتصويت، 60 ثانية لاختيار من سيفوز بلقب صانع الأمل 2024 في هذه النسخة الرابعة من هذه المبادرة الإنسانية. 60 ثانية تفصلنا عن معرفة من سيحمل هذا اللقب نيشان، وننتظر بدء شارة التوقيت لنبدأ العد التنازلي لهذا الإعلان المرتقب. بدأنا. إذن 55 ثانية، لو سمحتم استخدموا الأجهزة، الجمهور في الأعلى، مسح الكيو آر كود، صوتوا بحب، صوتوا بضمير، صوتوا بأمل لصناعة الأمل في العالم العربي. من هنا من دبي سنعلن من صانع الأمل لهذا العام 2024. 30 ثانية تفصلنا عن هذا الإعلان الحاسم. نعلم أن الكل متحمس، نعلم أن الكل فائز معنا اليوم، والإنسانية هي أكبر فائز في هذا الحدث مع فارس الإنسانية الشيخ محمد. أرجو أن تكونوا قد صوتتم. أعتقد بأن المرشحين 4 قلوبهم تدق أكثر منا. و 3 2 1 انتهى التصويت. التصويت انتهى، شكراً لتصويتكم. دقائق وسوف نعلن الفائز، لكن قبل ذلك وقفة مع صورة من صور الأمل في أكثر جوانبها عطاءً وعملاً مستمراً لإغاثة المنكوبين ونجدة المحتاجين ورفع المعاناة عن الإنسان أينما كان. صورة عنوانها العريض إمارات الإنسانية، فلنشاهد. لا يمكن أن الله يعطي من لا يعطي، الله يعطي من يحسن ويعطي. دولة الإمارات قدوة حسنة لمنطقة في الشرق الأوسط، نحاول نرسل رسالة إيجابية للعالم توصل شرق وغرب أقصاه إلى أقصاه. نحن إلى يوم الدين، إلى يوم الدين مع العالم كله. لا نتأخر في دعم الشقيق والصديق والمنكوب والمحتاج أينما كان. هذه المساعدات الإماراتية. بشر فريق الإنقاذ الإماراتي مهامه في عمليات البحث والإنقاذ في ليبيا. استجابة عاجلة من دولة الإمارات وجسر جوي إلى سوريا وتركيا. تنصر الضعيف. الأولاد هذي لا سمحوا أولادنا ولا تخافون عليهم. تعلم الصغير وتسد جوع الفقير. ربنا يعظم أجركم. الحمد لله أنكم ساعدتونا. تغيث الملهوف وتعالج المريض. نقل المصابين الأطفال ومرضى السرطان من غزة. تبني المستشفيات. نحن هنا في مستشفى الميداني الإماراتي في رفح. وتعمر المدن. نشكر الشعب الإماراتي والشيخ محمد بن زايد. وتقيم المدارس. شكرا لدولة الإمارات الشقيقة. وتنشر رسالة محبة الإنسان لأخيه الإنسان، وتحمل لواء العطاء للبشر، كل البشر. لا نبتقي بهذه الأعمال مفاخرة أو تباهي بين الناس،
يكفينا رضا الخالق ودعوات المخلوقين. كانت أيادي الإمارات البيضاء ممدودة لكل طالب عون من مختلف أنحاء العالم، ودام قلبها الأبيض نابضاً بالعطاء للبشر، كل البشر. والآن ندعو صناع الأمل الأربعة كي ينضموا إلينا إلى المسرح استعداداً للإعلان عن الفائز بلقب صانع الأمل الأول في الوطن العربي، فليتفضلوا. حانت لحظة الحقيقة، اللحظة التي ننتظرها جميعاً. اسمحوا لنا أن ندعو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم لينضما إلينا كي يشاركانا تكريم صانع الأمل الأول في الوطن العربي، فليتفضل. نتائج التصويت أصبحت لدينا الآن والترقب على أشده. يا ترى من هو صانع الأمل العربي للعام 2024؟ هل هي الحجة فتحية من مصر، محمد النجار من العراق، أمين إمنير من المغرب، أو تالا خليل من العراق؟ من هو صانع الأمل الذي ترونه أنتم أنه أو أنها يستحق أو تستحق اللقب بجدارة؟ الفائز أو الفائزة في مبادرة صناع الأمل في دورتها الرابعة، تالا الخليل من العراق. ألف مبروك لتالا الخليل من العراق. وبحسب توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، فإن جميع المرشحين للقب سيحصلون على نفس الجائزة، جائزة المركز الأول. ألف مبروك للجميع. إذن مرة أخرى ألف ألف مبروك ماما فتحية، محمد النجار، أمين منير، ودكتورة تالا، كلكم فائزين معنا في صناع الأمل. نشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم حفظه الله ورعاه، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ونوجه لهما تحية واحترام تقدير لصانع الأمل الأول في الوطن العربي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الذي يرعى ويدعم صناعة الخير في وطننا العربي الكبير. شكراً لسموه. مبروك لكل صناع الأمل الذين احتفينا بقصصهم ورحلتهم اليوم مع صناعة الأمل، أجمل صناعة. نتوجه بالشكر لجمهورنا الذي شاركنا الاحتفال بصناع الأمل وأعطوا أصواتهم لهؤلاء الأبطال الاستثنائيين. موعدنا في الموسم الخامس من صناع الأمل بإذن الله مع المزيد من قصص الأمل الملهمة. الحفل ما زال متواصلاً، تنتظركم مفاجأة مع الفن والنغم والطرب الأصيل، فابقوا معنا. تصبحون على أمل والكثير من الحب في إمارات الأمل. لازم تصور معنا.
الوطن العربي. حسين الجسمي أحلام وأصالة، ابقوا معنا. هذه اللحظة أنا الثلاث أطفال اللي صوتوا لي حتى أرشح لصناع الأمل ثلاثة توفوا، فاللي ما تبقى عندي هم أمانة برغبتي، هو اللي راح أحكي لهم أنا أكون قدر هذه الجائزة. نتعلم كيف نتعامل معاها بطريقتها بلغتها، لما نسمعها بكلامها ونعرف حجم تفكيرها وطريقة تفكيرها، فبإذن الله أني أكبر المشروع في العراق وعسى أن ننطلق لكل العالم العربي. شكرا. الله يحفظك. دكتورة نبارك لك اليوم هذا الإنجاز على دولة الإمارات، حتى هنا اليوم كيف كانت هذه المبادرة اللي طلعتيها وحصلت من خلالها اليوم على هذا الإنجاز؟ الفكرة هي أن هي إعادة قيمة ذوي الهمم. الفكرة أن الناس بيفكر أنه كيف عايش اللي عنده سرطان، أن الإنسان ممكن يموت اليوم أو باكر، هذا 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 من رب العالمين. الأهم أنك تعيش وتستغل كل لحظة بحياتك. ألف الحمد لله يا رب، وعسانا أن نكون قدر هذه المسؤولية. شو شعورك الحين؟ الله يعلم. بس شنو شعورك؟ ممكن تقولي من القناة المغربية؟ مبروك مبروك فوز أمين للمغرب، وأمين يستحق بإذن الله، وإن شاء الله يا ربي منها الأعلى بإذن الله. شو بيعني لك الأمل؟ الأمل هي أعظم قوة تبقت بإيدينا حتى نغير. لا لا.
ألف مبروك. اللهم أول. يلا. أنا بالفعل أنا جيت لحالي، بالفعل كنت بكل الجمهور أشوف إنه أطفالي اللي توفوا هم اللي قاعدين. ألف الحمد لله يا ربي إني قدرت أوصل صوتهم، وأنا متأكدة من فخورين بهم. شنو ننتظر من الأجمع قادم؟ أعظم مشروع لذوي الهمم في الوطن العربي. ألف ألف مبروك. الله يحفظكم. آمين أجمعين يا رب. أجمعين. مبروك. الله يبارك في عمرك يا رب. شو تعني لك الجائزة اليوم؟ أنها عادة الأمل يمكن اللي انسلب من عنده ببعض المحطات، لأن لما تتعامل مع ذوي الهمم أو محاربي سرطان راح تفقد شيء منه، فهذه الجائزة يمكن هي إعادة بناء طاقتنا اللي فقدناها، ويا ربي منها نطلع للأعلى ونقدر نقدم أشياء أكبر. شو الكلمة اللي توجهينها للشيخ محمد؟ الله يحفظه يا ربي ويطول بعمره ويخلي دائما سند وقوة لكل شعب. شو بتسوين في الجائزة؟ حبني أكبر بيت لذوي الهمم في العراق. يلا دكتورة دكتورة يعطيك سير. يلا سؤال واحد سؤال واحد بس شباب بس الحلم ما في شيء مستحيل. العمل كان خبر استثنائي في حياتي. الإصرار من أنا صغيرة كنت دائما عافية أنتي كفوز بدون تسويها. الإنجاز كل الإنجازات والنجاحات اللي حققتها يعود فيها فضل. الإرادة إني أثقف الأطفال في المجتمع. أعتقد أن أصعب مرحلة مريت إحساسي بالراحة النفسية. النجاح وصلت العالمية أكون قدوة حسنة. الرحلة من هذه الناجحين بطريقة المستقبل رؤية دولة الإمارات المستقبلية الوطن فخورة بكوني بنت الإمارات روحي لهذا المزار في دولة الإمارات شباب الإمارات الثلاثاء 55 مساء على قناة الإمارات.